اللي فات كان شكلها عامل ازاي في المطلوب اللي فات. نطلع فوق اهي، ادي المعادلة بتاعت امل اهي، كانت اتش زد تساوي واحد على واحد ناقص زد انفرس، بعد كده زائد ناقص واحد على واحد ناقص نص زد انفرس، يبقى واحد على واحد ناقص زد انفرس، واحد على واحد ناقص زد انفرس زائد سالب واحد على سالب واحد على واحد ناقص نص زد انفرس زائد صفر، خلاص ملهاش لازمة، زائد صفر يروح، يبقى سالب واحد على واحد ناقص نص زد انفرس، واحد ناقص نص زد انفرس. اوكي، هتقول له يلا نحول ال h of n، تعمل كده h of n تساوي، هتنزل الرقم اللي فوق زي ما اتفقنا، الرقم اللي فوق كام؟ واحد، خلاص راح ما اتكتبش. بعد كده تفتح قوس وتحط ايه الرقم اللي قدام الزد انفرس، الزد انفرس قدامها كام يا جماعة؟ واحد، فهتنزل هنا واحد to the power n u of n زائد اللي بعديها، تنزل الرقم اللي فوق اللي هو سالب واحد، بعد كده تفتح قوس وتنزل الرقم معامل الزد انفرس اللي هو نص، وتحط عليه باور ان يو اوف ان، بعد كده تختصر، لو اختصرناها تبقى اتش اوف ان تساوي اي حاجة اس ان بكام يا جماعة؟ بواحد، تمام. يبقى اذا الناتج عندي يبقى الناتج عندي مين؟ لحظة يا جماعة معلش، يو اوف ان ناقص نص اس ان يو اوف ان، كده الحل بتاع مين ده؟ ده حق جامد، خلاص حاليا مطلوب رقم ايه، تمام. كده خلصنا ايه؟ خلصنا اللاب بتاعنا وفهمنا السيكونس بتاع الحل وفهمنا الحاجات اللي هنغيرها. طيب في لاب اكسرسيس 3 ايه اللي هنغيره؟ برضو في اكسرسايز 3 نفس الفكره، مش هنغير حاجه غير ايه بس في اكسرسايز 3 بس، كل اللي هنغيره يا جماعه اللي هو طريقه تنظيم الكومنتس اللي مكتوبه بالاخضر دي كلها تغيروها، وطريقه تنظيم الكود، لكن الكود نفسه مش هنغير فيه حاجه، هيفضل زي ما هو. اتفقنا؟ بس كده خلاص خلصنا، ويعطيكم الف عافيه، ولو في اي استفسار اساله دلوقتي عادي. في حاجه مش واضحه؟ كله واضح؟ طيب عفوا، مع السلامة.